السلام عليكم، نزيد نكملوا. وصلنا إلى الكتاب هذا تاع إيسي دو غرامير دو لا لونغ تاماشيك، رونفيرمون لي برانسيب دو لونغاج بارلي بار لي زيموشار و توارغ. كتبوا أنوتو. لا باتاي هذا كان في الجيش الفرنسي. هذا بغيت نبقاو عليه، فيه معلومات على الجزائريين. نقول راه يتكلم على وتشوفوا كيفها الفتنه، يعملوا الفتنه الفرنسيين. وهذه هي اللي بينتها في ديفيزي بوغيني، كيف دخلوا هذا الكتاب. هذا مكتوب في 1840، يعني في الاحتلال الفرنسي، في الغزو الفرنسي للجزائر. قلنا لي فاب دي بن خلدون جينيولوجي عرب وبربر، les arbres les herbes, les fables, خرافات تبع ابن خلدون. L'idée qui paraît les flatter le plus, العرب ولي بربر راه يتكلم عليهم سوا، راهم على كلاهما. L'idée qui paraît les flatter le plus est celle d'une origine yéménite qui les rattacherait à la race arabe. M. Reynaud, dans un remarquable mémoire sur la population du nord de l'Afrique, a très bien développé les raisons qui, peu de temps après l'invasion arabe, هما يقولوا invasion arabe, mais يتكلموش على l'invasion byzantine قبل، ما يتكلموش على l'invasion qui se موها تاع vandale. Là, كان l'invasion arabe. Allez, ont engagé les berbères à se créer des généalogies au moyen desquelles ils cherchaient à établir les communautés d'origine avec le peuple conquérant. Le savant académicien a fait trop bonne justice de ses prétentions. Pour que je songe à reproduire ici celle que j'ai entendu émettre. عملتهما لي كيما نقولوا احنا لحضاره كلها، بصح بدون ادله، غير يعني لي فابل. يعني ابن خلدون راه مثلو باللي فاب دو لا فونتين، تتصوروها في العقل. ومن بعد شي يقول هنا احنا ابن خلدون كيف الفرنسيين يزعقوا على ابن خلدون. ابن خلدون كتبوا عليه كتب هنا في امريكا، راكم تشوفوا باللي مسموه اب السوسيولوجي، هو اللي خرج السوسيولوجي، ابن خلدون اللي خرج السوسيولوجي. دي باتيك دو جينوف سوسيولوجي ابن خلدون السوسيولوجي، راكم تشوفوا فيها هنا. عدوا شير يعني كليه في اسلاميك ستدي ات دي امريكان يونيفرسيتي. هاو بس عاد الفرنسيين لما غزموا الجزائر، هاي فاندينغ فادر اوف سوسيولوجي ابن خلدون لما كتب الكتاب هو اللي اسس علم السوسيولوجي. هاي قال كتب اللي مخرجين عليه السيد، كتب انسيكلوبيديا كتبها، بصح للغزو الفرنسي مثل لا فونتين، لي فابل دو لا فونتين، لي فاب دي ابن خلدون. تصور لكم انتوما كي راكم تقولوا كي نجيب لكم انا مرجعيه عربيه وتقولوا لي لا، لاخت انتم خديتوها من عند فرنسا. فرنسا حطمت الحضاره، هما باغين ما يقدروش يحطموها. الحضاره العربيه والاسلاميه اللي ماكمش عارفينها، لما يحطموا العرب الحضاره العربيه راهم يحطموا في الحضاره البربريه، لانهم سوا. ونزيدوا نتكلموا عليهم. اقعدوا في الاخر تاعكم، في الاثنو سنتريسيتي تاعكم، لي سينياتور تالموديك، قعدوا فيها. انا غادي نقول لكم كلش اليوم. راه يتكلم على تماشر كي هما يعني بربر، توارغ هما لا بوليغامي تا ببري انكونو، لي جون في فريكونت لي زيكول. توارغ بناتهم قاع يروحوا المدرسه، هذه كي فرنسا جات. كي خرجت فرنسا خلات 80% تاع لا بوبولاسيون الجيريان ليتري، toute sa vie à écrire, plusieurs qui possèdent un gré d'instruction peu fréquemment atteint par les hommes chez les musulmans de l'Algérie. C'est ma voix, il y a les musulmans de l'Algérie. Rani ktib ta'ala le miroir ou ala le ktab qui se mot ta'a Hamdan Khouja ou ta'a histoire d'un parjure ta'a Michel Habar. Jazer, qu'elle a l'oumiyya, darajat l'oumiyya, sifr.
عدد الأمية صفر في 1830 لما فرنسا كان عندها درجة الأمية 80%. أنا نعطيت قاعد كتروح الفيديو اللي عملتها لحدث المروحية. هيرودوتوس نبقى فيه ما نطولش، ما غاديش نطول فيه هيرودوتوس، هنا تكلمنا عليه كتير. هذه خرجت لكم النص الأصلي باليونانية. The name Berber given to the engineer of Barbary. هذا ما كان دنيا بربر هما نسمى أونوماتوبي. أونوماتوبي هي يعني ابن، هما ما مش عارفين العلم ما يقدرش. يا جزائريين ما تخلوش الناس يكتبوا لكم تاريخكم، انتوما التاريخ، انتوما مهد الحضارة، كتبوا تاريخكم. بربر هي كلمة أرامية، ابن البر، ابن بر الأول، هذا هو باللغة الأرامية العربية القديمة ابن. مثلا باراباس اللي يستعملوها في العبرية، كذلك برنابي ابن النبي برنابي. فيه كتير أسماء في اللغة العربية القديمة اللي تبدأ بالبار. اسم أنا اللي خممت فيهم هو برنابي، وهذا اللي جاني في البال الآن، يعني ابن، وإحنا بربر هو ابن البير. المصريين كانوا عاطينها هنا، وإحنا قلنا بالمصريين جايين من سوريا والعراق، اللاديان اللي خرجتهم. وبربر غادي يعطي بالقبيلية، شغل يعطي بالكلمة تسنتوني مليح شبا نقولكم. بربر هذه رجعت باللغة العربية العصرية، رجعت مش العصرية يعني قبل الفتوح، الفتح الإسلامي كانت براني. براني رجعت بالقبيلية فراني. لبي ولفي الكنعانية، ما ينطقوش لبي، ينطقوا لفي، رجعوا فراني. ومن بعد كيما الفينيقيين البربر طلعوا الأوروبا، خذوا هذا الاسم معهم الإنجليترا، عطانا كلمة فورينير، براني براني فورينير. اليونانيين البحر مسمينه البحر سي، بحر. يعني بدلتوا دولكم بضعة تحكم وعاودوا رجعوها لكم وباعوها لكم. أيوة. بارباريان هما كارتاج. ما غاديش نطول على هذه، يعني ما هوش موضوع كما نقولوا احنا اللي نطولوا فيه. الكارتاج هذه اللي the barbarian which form، احنا يحكي كتير على البربريين اللي كانوا في كارتاج، ما كانوش من غير بربريين هما كارتاج البربر. هذا ما كان how we know the origin of the alphabet، Herodotus the father of history، قبل التاريخ. هو يلاحظ ان الفينيقيين اللي جاوا اليونان، كادموس هذا كان ملك في لبنان، introduce is there among other arts، هما اللي جابوا عرفوهم على الأبجد وعلى الفنون الأخرى والحروف، و therefore called مليش قادر نقراها هنا احنا سك فونيقية، or مليش قادر نقراها هنا after the contributions it had been brought، خرجت فونيتيك، جاية فونيتيك جاية من الفونيقية. هاد the Syrians السوريين هم اللي خرجوا الأبجاد والفينيقيين اللي داوهم عليهم. شو الفرق بين الفينيقيين هما؟ انتم الآن تصوروا، أنا احنا نروح الجزائريين ولا نقول احنا نروح الألمانيا، والألمانيا فيهم كانوا فيهم الفاندال، كانوا فيهم الويزيغات، كانوا فيهم الأستروغات، كانوا فيهم التوتون، كانوا فيهم الساكسون، كانوا فيهم كانوا 10 و20. انا جزائري بدلا ما ناخذ من عندهم اصل تاعهم، غادي نعطي لواحد، نقول نطلب واحد الصيني يعطيني المعلومات على الالمان مثلا. هذا ما كان، هذا اصلكم انتوما، مش الفرنسيين ولا الالمان يجوا يعطيكم اصل تاعكم، انتوما راكم حاكمين وفي اللغه تاعكم انتوما اللي تتبدلوا بهذه الكلمات. هذا لازلنا في هاي وين الايجيبشن كول اول مان او اذر لانجويج البربريان، اللي خارج على هما، اللي خارج على
على مس كانوا مسمينها، كانوا مسمينها باربر يعني براني، هذا ما كان ابن ابن برا، هذا ما كان كلمه قبيليه بربريه وهي اللغه العربيه قديمه، يخصي هي خاصه اوكسيدون، عطات الكلمه اوكسيدون، هذا ما كان كل شيء من حد الديمقراطيه دهمه قراطه، من يقرط هذا شوف الاغريق اليونانيه خدين هذا العدل العرب ارسطو، هذه الكلمات كلهم بربريه كما نقولوا احنا قبيليه ولا الفايده بربريه فينيقيه، أريس وقارط أريستوكرات، هذا ما كان. كتر خير رشيد، البروفيسور رشيد بن عيسى في تفرجوا الفيديو تاعو يشرح، هو قبيلي وبروفيسور في اللغة لانغويستيك، وهو يعطي هذا الكلمة فاسيني جاية من الفتنة مفتن، ابن سينا جاية من محمد بن سينا إلوكون، اللي غادي يعطي كاع اللغات الأوروبيين خارجين من العربية، تعطيك لغة لغة، عطاتنا لوغوس، هذا ما كان أبلي إلو أبي العالي، راهم قدامكم عكسة هادو الفورس، كل فورس ما جبت لكمش واحد الارتيكل الفورس خمسة بال 75% تاع الكلمة في الفورس، في الفورس خادينها من العدل العرب، مانيش حطوه هنا حتى إن شاء الله بالك نكمل خطة أخرى نزيد هنا 16400 مو أونتاريو على كونكيت ألجيريان الإسبان مسلمان، أيوة لابسوس كلامي نستعملوه بزاف دونجينيور دورتوغراف، لابس قلم جاي من عدا ستريت ستراس إن دويتش سيرات استما سيور اللي حنا نقوله سيور لسيور عطاتك مسيو جام السري، هذه في القرآن على سيدنا عيسى كونتينو عطاتك قطن اكستيرميني لو اكس، حتى في الاسبان لازم يكزيرس لازم يقولوا خيرس احترام، هذا مكان سوسيولوجي جانب السوق، راهم قدامكم هنا لا غاب سي لو فونيكسيكال دي لونغ اندو اوروبيان، هذا مكان هما اللي خرجوا اندو اوروبيان باش يقلعوا العرب، هاكم نشوفوا علاه غادي يقلعوا العرب، il y a plus de mots arabes que gaulois dans la langue française، هذه باش انا قلتها قالتها لا شيرش هذه وافيه خنيش جان اللي سموه جينين وفاتو جاي من جينين، هذا ما كان ما زال أسماء أخرى راهم قدامكم وشوفها، أرض عطاتك إيرتس باليهودية وعطاتك إيرد بالألمانية وعطاتك إيرث بالإنجليزية، مثلا أتقن جاية تكنو توين توام هي توين بالعروبة أوروب كوفرير كفار احنا هايونا كفر هي كوفرير الضوء الضيو هذا مكان مبلول في البارك باركينج هذه ما قدرتش ندير الفوتوكوبي على كتاب قديم تاع لايبنيتز كان يتكلم 15 لغه كاتب، هذه قدامني خرجوا العباره والكلمه الساميه كتب في لي نيفوزيس نوفو ايسي سور لونتوندمون هومان، نقدر نحطو راني مكوبيه لاخاطش ما نقدرش ندير عليه فوتوكوبي قديم بزاف الكتاب، اور توت سي لونغ دو لا سيتي اكون نشوفو هما سيتي شتا هي سيتي جيم سيتي سيتي هذه هي سي اندو اوروبيان هذه هي اللي مسمينها راكم تشوفوا فيها هنا ارابيا احنا اليوم راهي كيما نقولوا احنا سوريا راه الترك هنا راهي بين الترك و احنا اللي راهي افغانستان وكذا اندو اوروبيان اللي هم مسمينهم الاريان ماهمش اريان اور توت سي لونغ دو لا سيتي ا بوكو دو راسين كومون انترال افيك لي نوتر اي سو تروف كو ميم كان مسمينها كاع هاد اللغات البربريه وكذا مسمينهم هو سماهم لي لونغ ارابيك سولاكال ليبرايك لونسيان بونيك ها وين القبيليه ولا البربريه لو كالديان لو كالديان راهي من جهه فلسطين لا سيرياك راهي سوريا ليتيوبيك لي الحبشه doivent être comprises, raconte Tibouhaïouin al-Barbaria. D'un si grand nombre d'une convenance si manifeste avec les notes qu'on ne les saurait, ou égale que l'été ou un achardin mal'adhom. Ce n'est pas le serait attribué au seul hasard, ni même au seul commerce, mais plutôt aux migrations des peuples. Langue radicale primitive, si l'hébraïque ou l'arabique. Le plus elle doit être plus ou moins altérée. Il semble que le teuton a dit l'Allemagne, hein, a plus gardé du naturel. On va parler de l'allemagne, qui est très proche de la langue arabe, avec les mots.